الأمير هيساهيتو ولي عهد اليابان الثاني ولد في 6 سبتمبر سنة 2006، وهو أصغر طفل في العائلة الملكية اليابانية، كما أنه ابن شقيق الإمبراطور ناروهيتو، ليكون الثاني في ترتيب ولاية العرش بعد والده فوميهيتو. قبل ولادته أثارت ندرة الوراثة الذكور في العائلة الإمبراطورية جدلا واسعا، باعتبار أنه لم يولد ذكر في العائلة المالكة منذ أكثر من 40 عاما، حيث كان آخر ذكر يولد في العائلة الإمبراطورية اليابانية هو والده سنة 1965. وبما أن عمه لم ينجب سوى ابنة واحدة وهي الأميرة أيكو، فلقد بدأت اليابان تناقش أنذاك قانونا يسمح للإناث بالجلوس على عرش الأقحوان في اليابان، إلا أنه بولادة هيساهيتو تم إلغاء هذا المشروع ليصبح هذا الطفل هو ولي عهد اليابان الثاني. جلب مولده سنة 2006 الكثير من الاهتمام في اليابان وخارجها، واختار له والده اسم هيساهيتو الذي يعني الفاضل والهدوء. وحاليا يدرس الأمير الصغير ويزاول دراسته في انتظار أن يراه العالم يوما إمبراطورا لليابان. أعزائي، هكذا نكون قد وصلنا إلى آخر هذا الفيديو، نتمنى أن يكون قد أعجبكم، وإلى اللقاء في فيديوهات قادمة. تحياتي، أنا فردوس حافظ الرشيد، إلى اللقاء.